اول مره ايوه اول مره اسوي مع ضيف وانت ما تبي ضيف انت راعي محل ابو عباس احس في تفريطه اول مره اسوي الحركه هذه أيوة. اللي هي ايوه انه انت تراك مقدم أوب أوب أوب. ما لا انت بضيف لا بالغت اذا اي محور عندك بالغت ما بالغت يا عباس طيب ابشر اي محور عندك تبغى تتكلم عنه تكلم عنه ابشر ابشر اي شيء تبغى تقوله تقوله ابشر اي حدث بتسويه مع الشباب اختبار ولا شيء ولا مسابقه ولا شيء سوي أبشر هي أبشر. اليوم انا تراني اليوم المتسابق سعاد الخنفري برنامج الذواق ماني مقدم ما شاء الله تبارك لان في وجودك ابو عباس ما اقدر اقدم يا حبيبي موجود. والله يا جماعه الخير ولا يهون الشباب جميعا طبعا سعد داب من الشباب اللي احنا يعني نسعد بهم ونتشرف بهم مرحب يا مرحبا انا يمكن قاعد كذا قاعده طيب لا تقاطع خليه يخلص دقيقه ابو راشد لا لا ابو راشد ما اسمح لك ابو راشد بيني وبينك 20 مشكله اليوم لازم اخذ حقي اتكلم تفضل والله انا اتكلم على كيفك انت وياه تعزمون على السوالف احنا ما نناقشهم اللي جاي يلا انت المقدم صح خذ راحتك تفضل يا شيخ والله شوف الرجال تعدانا كم ساعه مدة البرنامج كم ساعه مدة البرنامج شباب تو احنا بسم الله الرحمن الرحيم كم ساعه مدة البرنامج قاعد على كراسي كم ست ساعات؟ ست ساعات ونص الرجال جاي يجاكرنا في الساعة حقتنا انا ادور لكم اصلا ايش نسوي لهم يا جماعة؟ يعني باقي على البرنامج بعد ما نطلع من هنا حيكون باقي على البرنامج ثلاث ساعات ونص لو تبغى تكلم جماعتكم كلهم مكالمة مجانية على الهواء يا جماعة الخير السلام عليكم ايش حالك يا فلان ايش حالك تقدر تكلم عقب ليش بس في فقرتنا؟ عقب ثلاث ساعات ما تدري ما ضامن روحي عقب ثلاث ساعات خلنا ناخذ وقتي من ثلاث ساعات طيب تفضل عطنا يا حبيبي الله يسعدك عطنا قصيدة يلا عطنا قصيدة ما عندي قصيدة ها عندك شنو يعني ما يبينا نتكلم ولا يبي يشارك لا انا وش نسوي منشد الله انت منشد هو منشد صح ايه؟ يا جماعة تيف ما فيكم حماية هاي الله ما نحافظها طيب حافظ شنو الزود ده اصبر خلينا نشوفه حافظ يا جماعة صدوا مني انا لفت الانظار وبغني يلا بكسر يبكون يشارك الله يجزاكم خير يلا عطنا يا شيخ اوه راح نجي غني افا يا ابو راشد نهضت من هاض طير النافذ سلا هقفى من الوكر واستنكر على الداعي أنا من أهل الهوى قدني على طفا ويا اقترى طويل وشفت مقاعي الله الله شكرا بيض الله وجهك كلهم يتذكرون فيها وجهك يا ابو صح لسانك ما شاء الله تبارك الله صحة ابدانكم جميعا طبعا شباب يا جماعه الخير الرجال ورثني بس احنا عايزين الفقره دي ما نبغاها تكون رسميه كذا وانتم انا